بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآن إن شاء الله تعالى سنلقي الضوء على بعض عقائد لا أصل لها واقعيا، وكانت الكنيسة تسعى كما سعى من سبقها من كفار للبايان، لأن ثم تداخل بين عادات الكنائس وعادات الأمم التي سبقت ظهور الكنائس. فمن جملة الأكاذيب و يعني عادات لا تمت بسيرة سيدنا عيسى عليه السلام، نأخذ بعض من حالات تبينكم للكنائس لم تفد البشرية إلا قليلا، لأن تتعاطى مع أشياء ما أنزل الله بها من سلطة. مثلا في أول ظهور المقاصد أهل النصارى هذوما اللي هما عموما أهل خسارة، لأن ما عندهمش علاقة بالرحمن اللي يمنع عنهم من الخسارة، وعندهم علاقة متينة بالشيطان. فمن جملة ما أوحى لهم لتضليلهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا كما أراد في القرآن، كان يلهم بعض منهم اللي هم متحمسين للدعوة إلى الكاثوليكية، إلى كما قلت توصل الخبر الصالح الخبر الجميل إلى العالمين. وهذا كذلك القصد لاية من ورائه في الحقيقة أشياء غريبة، هي حب الناس هذوما اللي هم قاصرين عن فهم الدين اللي أتى به سيدنا عيسى عليه السلام. فخذوا حيلة من الحيل، مشوا عند الناس اللي كل نصراني عليه واجب أن يسعى مدى حياته لنشر هذه العقيدة الشيطانية. وما عقيدة يقول لك عقيدة ربانية، لكن أعطينا سوى الرباني في هذه في هذا المربع، المربع السحري، المربع الكامل في القوة، يعني اللي مش يتعاطى معه مش يكون قوي في نشر النصرانية. هذا بالنسبة للكاثوليك. كما عندنا احنا ناس يدعون الإسلام، قالك الإسلام يلزم ننشره باش يولي دين الجميع. يا ربي قال محال باش تولي أمة واحدة البشرية. أنت تبعث فيهم الوعي، تقول لهم هم إله واحد لا شريك له، هو كامل الأوصاف وهلم ما جرى، وكاو مش بالضرورة تولي حروب اللي ترحي هؤلاء وهؤلاء، يعني تعمل أكثر من سوجينار دي دو كوتي. ما عناش هذا بالإسلام، احنا من حاربوا كان ناس اختاروا أن يؤذوننا من حيث احنا مش مهلي باش يكونوا من اهل الرب، مش من النوع اللي احنا نفرض ديننا، لا ابدا نعرفوا به. وقت نذكر ما يتميز به المولى سبحانه وتعالى من كمالات في كل الميادين وفي كل الجهات، نعود ان شاء الله تعالى لقدر الامر اللي اخترته اليوم. صعيب كما تقول عن بعض الناس أن يوصلوا للمقصود. على كل حال احنا نقربوا على القرآن أحباء الرحمن، ننهل من مأدوبة الرحمن عليه سبحانه وتعالى، علينا أن نشكره تمام الشكر والسلام.